السلام عليكم. اليوم مع وصفة مطبخ دليل لذيذات، جيتكم بوصفة أسهل طريقة لتجفيف العينة ولا البرقوق ونحتفظوا بها. بقوا معايا حتى آخر الفيديو وما تنساوش تشجعوني باللايكات والبرتاج وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دوكا نجوزو للوصفة. بسم الله. هنا دوكا عندي البرقوقه ولا العينه، كل واحد كيفاش يقولها. هاي لك كيفاش عامله، كي تشريوها تلقاوها هكا مضبه، هي ما راهيش موسخه. يعني انا شللتها 4 خطرات مليح مليح، وكي تلقاو هذا القطمير ما تنحوش. وعلاش ما تنحوش؟ باش كي نديروه في الفور ما يطلق لناش الماء تاعو. واللي لقينا ما عندوش كيما هذه عادي خليوها هكذا. هاي اللي كاين، اللي خليتهم هونيك، وكان اللي لقيتهم ما فيهمش هكذا. شللتهم مليح مليح وقطرتهم هنايا في هذا الكسكاس تاع بلاستيك. دوكا انا حطيت الماء يتغلى. هنا عندي قدر تاع 3 كيلو، نتوما شحال حبيتو. يعني هاد العينه دركا تسقام لكم رخيصه كي تخبيوها رمضان ولا حيانا ربي. اسمحوا لي هنا دوكا ندوزو نحل لكم الحبه قبل ما نديرها في الوسمو في الماء مغلي، باش تشوفوها لداخل. كاين اللي ما يعرفوهاش، هاي لي كيفاه عامله. هاي ليك ملحمه، شوفوا شتو هذه العظمه. هاي ليك الحبه، الله يبارك. هاي ليك هاد دوكا نحطها دخوتي، ما نديرهاش في الماء. اروحوا معايا نحطوها في الماء المغلي. شوفوا الماء كيفاش تغلى، حطيت القدره يعني ديروا الماء بلي تسع هكذا. دوك شوفوا كيتغلى هذاك الماء. دوك نطفي عليه، شوفوا بعد ما طفيت عليه دوك نحط العينه هذه تاعي، ما تفرغوهاش على ضربه باسكو سينو يطرشكم الماء مغلي واعر، سينو تتحرقوا. هكذا نحطهم كاع كيما راهم فوالا. هكا دوكا نحطها مده 45، نحسب لها مده 45 دقيقه نولي لعندكم نحيها. هايلي دوك نبدل لها بلاصه، طفيت لها باش تفهموني مليح. هاي لك انا طفيت الفرن تاعي. دوك نخليها في 45 دقيقه ونولي لعندكم ان شاء الله. هنا بعد 45 دقيقه شوفوا الحبه كيفاش تنفخت، شوفوها ماشي كيما حطيناها خطره الاولانيه. هاي لك نصفيها هكذا، ما تفرغوهاش بالقدره فوق الكسكاس، ديروه هكذا باسكو تطفلق لكم الحبه، ما تجيش من بعد الخدمه تاعها شابه واللون تاع هذا الماء ولا كل بيطار. فوالا دوك نوري لكم هذاك الماء كيفاه جا. شوفوا اللون تاعو ويبان لكم، شوفوا كيما البيطراف. ها شوف هاو سخون مازال شويه تيات. دوكا نحي منا ونخليه هذا يقطر، بعد ما يقطر نولي لعندكم. وهنا بعد ما قطرت انا جبت سنيوه فيها بابي كويسون، ونجيب هكذا الكاغط باش نمسح الحبه، نحيو لها هذاك الماء ونستفوهم كاع هكذا. نحيو لها كاع هذاك الزياده تاع الماء، ماشي غير قطرت لنا برك خلاص، مهما يكون فيها الماء. نحطهم كاع هكذا، هنا الحبات الخشان والجهه واحده اخرى نديرو هاد الصغار هكاكا، فهمتوني؟ نكملهم هكذا. وهنا من بعد ما نشفتهم بالبابي اسويتو، دوك نجيب الزيت سانغو ولا زيت المائده، ندير هكا قدر تاع مغرفه تاع العشا، ونبدا ندهن هكذا الحبات التوعي، ندهنوهم كاع. راني نقصت الفور تاعي على 180 درجه، على 130 سمحوا لي، كنت شعلتهم قبيله افون باش يسخن مليح، ودوكا نقصت له على 130 درجه باش كي نديرو ما حاش نطيب الكاطو، يعني حنشفو.
وهنا اروحوا معايا نوري لكم ونحطوا هاد العينه ولا البرقوقه ونحطوها في الفرن. هنا شوفوا وين حنحطها، في هذا الرفق هنايا الاخراني، هنايا هنايا الاخراني كاع حنحطها. راكو تشوفوا هايليك ما كاش لي طاش واحد اخرى. بسم الله هايليك راكو تشوفوا هايليك مع الاخر كاع، ونقصت لها يعني على 130 درجة ناقصة مليح مليح، ونولي لعندكم من بعد حبيبات الغاليات. وهنا شوفوا حبيباتي بعد 4 سوايع نحيتو في الفرن، شوفوا الحبة كيفاش ولات شوية نشفت، ماشي كيما حطيناها خطرة الأولانية هايليك شوفوها. دوكا هنا راني بعد 4 سوايع هنا دوكا طفيت الفرن تاعي ونرجعها تبرد لي في الفرن. بعد ما تزيد تبرد الفرن تاعي يبرد وهي تبرد، يعني باش تفهموني، ونولي لعندكم هاي اللي كيفاه جاتني هاي شفتوها. وهنا شوفوا خليته برد لي تماما، كين شفتو شي هكذا راه بارد، شوفوا خليته في الفرن برد لي مليح مليح، شوفوا الحبه كيفاش خرجت لي هاي ليك، وكان وين تعسل لي يعني فيها بزاف الماء في هذيك الحبه تاع العينه. دوك واش حندير، حنزيد نجيب هنايا تاني قسم غرفه هكذاك تاع العشاء ماشي معمره مليح تاع الزيت، ولا معمره ديروها معمره مغرفه تاع العشاء تاع الزيت المائده، ونبدا ندير هكذا بيدي ونبدا ندهن هذيك الحبه غير بالرفق غير بالعقل هايليك. دوك نقدمها لكم طويلة التقديم، وكما تقدروا تخبيوها في الساشيات في المجمد، نخلي لكم دي فوتو ان شاء الله هايليك. دوك نغسل يديا ونحطها لكم في طاولة التقديم. هوليك حبيبات الغاليات اسهل طريقة للتجفيف العينة ولا البرقوق والاحتفاظ بها، شوفوا سهله كي درتها يعني ما شدتليش بزاف الوقت، واش عليه خليتها 4 سوايع في الفرن، مي كمان جاتني روعه هايليك. نفتح لكم الحبه باش تشوفوا، الله يبارك الداخل ملحمه هايليك، شوفوا راكو تشوفوا فيها الله يا ربي. ها غادي ناكل منها بزاف هايله ومعسله. واش نقولكم ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، ولا عجبكم شجعوني بلايكات وديروا لي البارطاج، وخليوا لي كومونتير الشباب كيما نتوما، بلا ما تنساو هذيك لا كلوش باش كل خطره يجيكم لي فيديو جدد تاعي. هذه دوكا المشتركه اللي طلبت لي باش ندير لها البرقوق نخبيوه في المجمد. هاوليك حبيبتي بارطاجي لي مع الحباب، نخليكم في امان الله في فيديو واحد اخر ان شاء الله، ونخلي لكم البورسات كيفاش نخبيوهم في كونجيلاتور، نخليكم دي فوتو هكذا حبيبه الغاليه. سلام.